مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الهدنة الهشة والصراع المحتدم بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، معنا من إسطنبول عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد أحمد ضوينة. السلام عليكم دكتور. أهلا بك وأهلا بالرافدين، حياكم الله. كيف تقيم رواية الطرفين عن المسؤولية عن هذه الخروقات في الهدن المتتالية التي أعلن عنها في السودان؟ قيم أن كلا الطرفين ليس له رغبة البت في هدنة أو تهدئة، لأنهم رفعوا شعارا واضحا منذ البداية أن هذه الحرب نتيجتها إما يكون حسم أو استسلام، لأنها بدأت عنيفة وبدأت قوية. نعم. ليس فيها مواراة لأي جانب من جوانب التهدئة. طيب، هنا ما قيمة إعلان الهدنة في السودان إذا لم يلتزم الطرفين بها، وذلك رغم الدعوات الدولية المستمرة لوقف القتال؟ وما مدى جدية هذه الهدن المعلنة في السودان؟ هي محاولات ليس إلا من مجتمع دولي يريد أن يري نفسه في العالم أنه تدخل وأنه له مبادرات، وكذلك بعض القوى السياسية، لكنهم يعلمون يقينا أنهم ليس لهم جدوى في حل إشكال السودان إلا أن يحسم سودانيا إما بالبندقية أو بمعالجات أخرى، لأن هذا المجتمع الدولي الذي يريد أن يقدم مبادرات الآن كان بيده الحل قبل أن تقوم هذه الحرب. كان هنالك ثلاثية ورباعية وبعثة دولية، كلها اجتمعت على برنامج حل أو مبادرة خاطئة رفضها الشعب السوداني، وهو ما يسمى بالاتفاق الإطاري، سبب هذه الحرب وسبب هذا الصراع في الدولة السودانية. هل ترى أن السودان ذاهب بالفعل إلى حرب أهلية موسعة، وهل يملك أحد الأطراف إنهاء الآخر؟ والله نحن ما زلنا نثق في وعي الشعب السوداني أن لا يجعل هذا الحرب تنزلق نحو الحرب الأهلية، لأن إذا انزلقت نحو هذا المجال ستضر كثيرا بالدولة السودانية وتزهق قيمة هذا الوطن. وبالتالي نحن نرى أن الشعب السوداني كله الآن حريص على أن تنحصر هذه المعركة بين الجيوش وأن تؤدي إلى نتائج سريعة وأن تتوقف بأسرع وقت ممكن حتى نضمن استمرارية دولة اسمها السودان، لأن حتى الإطالة في زمن الحرب لها تأثيرات سالبة كبيرة جدا معلومة لديكم، وأيضا كما ورد في تقريركم أن هذه الحروبات دائما تؤدي إلى إضرار بالمواطنين وتدمير البنية الأساسية للدولة، ولهذا يتطلع الشعب السوداني إلى حسم عاجل لهذه المعركة، يخرج منها طرف يعالج قضية الدولة واستقرارها. هل كان من غير المتوقع عدم اندلاع صراع بين حميدتي والبرهان كما كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا؟ لا كان متوقعا، خاصة في الداخل السوداني يرى يعني لكل ذي بصيرة أن هذه القضية لا بد أن تؤدي إلى هذا المصير، لأن كان الصراع محتدم سياسيا، وكان هناك اختلاف كبير جدا بين في الاتفاق الإطاري، الدعم السريع يدعمه، الجيش يعارضه، القوة السياسية الأخرى كلها تعارضه، كان اتفاقا مصنوع في الغرب لكي لا ينفذ ولكي يفرق الشعب السوداني والجيش السوداني، وبالتالي أدى إلى هذا الصراع. فكان معلوم أن هنالك اتجاه قوي جدا من الدعم السريع بضرورة تنفيذ هذا الإطاري، واتجاه قوي من الجيش بضرورة معالجة هذا الإطاري دون التنفيذ، ورأينا في الورش التي نفذت خاصة ورشة معالجة القضايا الأمنية وهيكلة الجيش كان هنالك موقف واضح جدا من الجيش وانسحاب من الجلسات، فكان كل المؤشرات تشير إلى أن حتى الذين يعني الناشطون الذين كانوا في الإطارية أيضا صرحوا بذلك أن إما أن تنفذ هذه الاتفاقية أو الحرب، فكانت الحرب وهي نتيجة معروفة لكل السودان. نعم. طيب، بالتطرق إلى الدور الأمريكي، هل تعتقد أن لجنة الإشراف على المفاوضات في السودان والتي ترعاها واشنطن يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على إنهاء الوضع القائم في السودان؟ يعني يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي إذا نظرت إلى الجوانب الإنسانية، حاولت معالجة قضية المستشفيات، إخلاء الجرحى، الناس الآن يعني لاجة غذاء، لاجة بعض الإشكالات، لكن تدخل مباشر بين الجيشين لا أظن يجد قبول من بين الأطراف، لأن أمريكا ضيعت فرصتها، كان عندها بحثة دولية برعايتها، كان يمكن أن يعالج هذا الأمر ويدعو إلى توافق وطني جامع لكل أهل السودان ويدعو إلى تصالح مجتمعي كبير، ولكن كانوا حريصين على أن يؤهلوا جهة واحدة في الدولة السودانية
تكون هي قائدة في الفترة الانتقالية وسلطوها على الشعب السوداني. هذا الأهضم الشعب السوداني كثيرا وأهضم الجيوش كلها، وبالتالي لا نرى أفقا يمكن أن تعالج الحرب، ولكن يمكن أن تعالج آثار الحرب. طيب أستاذ محمد، ما هي نسبة سيطرة كل من الأطراف على الأرض؟ يعني الجيش السوداني وقوات الرد السريع، كم منها تسيطر على الأرض؟ وهل تم السيطرة على المناطق المقابلة للبعض؟ هذه الحرب السودانية مختلفة عن غيرها من الحروب، لا تستطيع أن تضع حدا لمن الذي ينتصر في هذه المعركة. نحن نرى سجالا ونرى يعني كثير من الإفادات من كل القوات من الطرفين ونفي من الأطراف الأخرى. لا يمكن تحديد إلا أن تؤخذ هذه الحرب بنتائجها بخواتيمها، من الذي ينتصر أخيرا هو الذي كان يسيطر المشهد. لكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هنالك سيطرة لطرف دون الآخر، لأن الحرب كر وفر وهنالك اختلاف في الوسائل وفي الأدوات والمعدات. هنا ماذا تتوقعون من أي مفاوضات بين البرهان وحميدتي؟ هل يمكن أن يوافق الطرفان على التراجع عن المشهد لصالح أي حل سياسي مرتقب؟ ما الذي يريده الجنرالان من هذه الصراعات؟ بعد أن ورطت الدولة السودانية والشعب في هذه الحرب الكبيرة وهذه الضحايا وهذه النيران الشرسة جدا، لا نرى حلا إلا بحسم المعركة أو استسلام أحد الأطراف أو انتصار الطرف على الآخر. بعد ذلك تبدأ مرحلة المعالجات السياسية ومعالجة آثار هذا الحرب عن طريق التفاوض وغير ذلك. لكن في المرحلة الحالية لا نرى غير صوت البندقية. نعم، من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد أحمد ضوينة، شكرا جزيلا لك.